من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا من أجلك يا وطني. سيداتي سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أود أن أشكر المنظمين لهذه المحاضرة، وهم السيدة رقيق مختارية النائبة، شكراً جزيلاً، والسيدة رقيق غزالة، والسيد عثماني محمد نقيب المحامين، والسيد بوعقليل إبراهيم، والسيد علي محمد أحمد. شكرا جزيلا، وأشكر كل الحاضرين، شرفتونا بحضوركم في هذا اللقاء، وإن شاء الله سنكون في حسن ظنكم في هذه المحاضرة. اليوم أود أن أتكلم على كيف نتوصل إلى تقوية الاقتصاد ديالنا وتنويع الاقتصاد الجزائري كي نخرج من تبعية المحروقات. ولكن من قبل ذلك أود أن أتكلم على الصفحة الفيسبوكية، لأن عندنا الآن أكثر من 290 ألف متتبع لهذه الصفحة، وفيها ننشر كثير من المقالات، كثير من الفيديوهات، كثير من المنشورات التي تتكلم على العلم والمعرفة والاقتصاد والطاقة، وفيها منشورة تفيد كل المواطنين بطريقة واضحة، بطريقة بسيطة يفهمها الكل. وهذا هو الهدف لهذه الصفحة، هي أن نتكلم لغة الجميع لكي يفهم أشياء إنها كانت يمكن يعني عويصة من قبل، الآن سنبسطها لكي نفهمها الكل، ولكي نكون في إجماع حول الآراء وحول الأفكار في هذا المجال. وهذه الصفحة نشرنا فيها مثلا أسباب ارتفاع وانخفاض الدينار، نشرنا فيها مثلا كل ما يعني إنجاز تحلية المياه، اللي كان جهد كبير للسيد فخامة الجمهورية، ولحل مشكل الماء الشروب ولا سيما في الغرب الجزائري لمدة أظن تكون طويلة إن شاء الله. وفيها منشورات لهيئات عالمية تتكلم في مواضيع الاقتصاد، مثلا تتكلم على المحيط الاقتصادي الجزائري مقارنة مع المحيط الاستثماري تبع الدول الأخرى، ومثلا تتكلم دراسات أخرى على رقمنة، لأنها هي موضوع مهم بالنسبة إلى الدولة، بالنسبة إلى الإدارة، بالنسبة إلى المرتبة الجزائرية بالنسبة إلى الدول الأخرى.
وكثير من المواضيع أظن تهمكم، ولذلك أود أن أقترح بأن كل المواطنين يدخلون إلى هذه الصفحة ويتبادلون معنا آراءهم وأفكارهم في كل هذه المواضيع ومواضيع أخرى. وأود أن أقول إن كثير من الآراء والأفكار التي سأطرحها وأقترحها جاءت من كثير من الناس لتتبادلون معنا هذه الأفكار. وبدون إطالة أتكلم الآن على أولاً الإطار لهذه المحاضرة، وثانياً أتكلم على ثلاث محاور مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. إذا وجدنا الحلول المناسبة لهذه الثلاث محاور التي أتكلم عليها من بعد ستساعدنا في تقوية الاقتصاد ديالنا وفي تنويع الاقتصاد ديالنا. وأتكلم لماذا هم تحديان مهمين بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري، هو زيادة في الاستثمار وتنويع الاقتصاد الجزائري. الآن أتكلم عن الإطار، وقبل أن أتكلم على المداخل وغير ذلك أتكلم على الميزانية لكي كل الناس تفهم ميزانية الدولة. ميزانية الدولة فيها ناحية إيرادات المداخل. هذه المداخل 60% من المداخل من بيع وتصدير المحروقات، 60%، و40% تبقى للضرائب والرسوم. ولذلك يجب أن نفهم إذا تقلص مدخول أو مداخل محروقات الميزانية ستقلص، ولا زدنا في الضرائب ستزيد في الإيرادات. ولهذا يجب أن نفهم ذلك من ناحية الإيرادات. من ناحية المصاريف، نصرف في نسبة في الاستثمار، والأغلبية الاستثمارات في الجزائر من طرف الدولة لأن قليل يستثمر من طرف القطاع الخاص. هذا يجب أن نفهم. الشيء الآخر هم المصارف للأجور ومصارف للدعم. ولذلك إذا مثلا قلنا باللي أن الإيرادات تبقى محدودة، وأظن تبقى محدودة في السنوات القادمة، لم أعرف لأي مدة، ولكن كثير من المتخصصين ولا سيما في الطاقة وفي القطاع المحروقات يتوقعون بأن الأسعار تبقى في مستوى ما بين 65 و75 دولار البرميل في السنوات القادمة، وهذا موجود على الصفحة الفيسبوكية تبعنا. ولذلك إذا بقيت المداخل المحروقات محدودة و تكون 60% من الإيرادات في الميزانية، تبقى المداخل قريب كلها محدودة. ولذلك إذا نظرنا إلى المصارف الشيء الآخر، تبقى ولا سيما إذا الدعم أو المصارف الدعم تزداد في المستقبل، وهذا أتكلم عليه من بعد، ستقلص إمكانيات الاستثمار تبع الدولة لأنها هي نسبة من المصارف، وإذا النسبة الأخرى تزداد ستقلص إمكانيات مصارف في الاستثمار. هذه يجب أن نفهمها ونفهمها بوضوح. ولذلك ما هو
التحدي الأول هو كيف في هذا الحالة اللي نحن موجودين فيها كيف نزيد في الاستثمار، لأن الاستثمار هو الطريقة الوحيدة لخلق مناصب شغل، لسد احتياجات خلق فرص عمل لكل يعني متخرجين من الجامعات في السنوات القادمة، لأننا عندنا حوالي أكثر من 200,000 متخرج، ولسيما يجب أن نجد فرص عمل لسد احتياجات هذا النخبة. وزيادة عن ذلك الاستثمارات هي التي تخلق مناصب شغل، ولكن هي التي لتحسن في قدرة الشرائية للمواطنين، ولذلك مهم بكثير نجد طريقة لزيادة في الاستثمار. وهذه أول تحدي. ولكن لما نتكلموا على الزيادة ونعرفوا باللي يعني مداخل محروقات تبقى محدودة، لذلك يجب أن نجد مداخل من قطاعات أخرى غير المحروقات لزيادة في الإيرادات وزيادة في الاستثمار. ولذلك التحدي الثاني وهو المهم هو كيف ننوع الاقتصاد ديالنا، أي كيف نطور قطاعات أخرى كما الفلاحة، كما السياحة، كما الصيد البحري، كما الخدمات والصناعة. ولكن إذا أردنا أن نطور هذه القطاعات يجب كذلك أن نجد استثمارات كبيرة لتطوير هذه القطاعات. ولذلك المشكل الكبير الذي نواجهه هو كيف نزيد في المداخل لكي نزيد في الاستثمارات لسد احتياجات كل المواطنين، ولكن حتى لتنويع الاقتصاد. ولماذا يجب أن ننوع الاقتصاد؟ لأن الآن كما قلت 60% من الإيرادات تجي من بيع وتصدير المحروقات، ولذلك إذا كان السعر 100 وينخفض إلى 50 ستنخفض إذن الإيرادات. ولذلك كي نهرب من هذا المشكل لتذبذب في الميزانية يجب أن نطور القطاعات الأخرى كي النسبة ديال قطاع المحروقات ما تكونش 60%، باش تكون قولوا 20 ولا 30%، والأشياء الأخرى يعني الإيرادات الأخرى تجي من قطاع الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، لأنها الآن اليوم الآن لم تدخل أي سنتيم إلى الميزانية، ولا سيما من مداخل من عملة صعبة، لأن كل الناس تعرف باللي 95% من العملة الصعبة الجزائرية تجي من بيع وتصدير المحروقات، يعني عندنا غير 5% اللي تجي من القطاعات الأخرى، والقطاعات الأخرى متعلقة بالقطاع المحروقات، ما تجيش من قطاع الفلاحي، ما نصدروش كثير ولا غير كافي، وأشياء يعني من القطاعات الأخرى. هذا هو التحدي. وهذا التغيير والخروج من تبعية المحروقات غير سهل، لأن الناس كثير يظنوا باللي يعني غير نوعوا ونستثمروا يعني في القطاعات الأخرى، ولكن حاولنا نعملوا ذلك منذ سنوات، وكثير من الدول حاولت الخروج من هذه التبعية. كانت بلدان تتبع مثلا تصدير وبيع النحاس كما تشيلي، تشيلي كانت تبعية النحاس، الآن تشيلي طورت
الاقتصاد ديالها صار منوع، صار يعني خارج على تبعية النحاس. ولذلك أريد أن نستفيد من تجربة كثير من هذه الدول، كانت تشيلي، كانت كوريا الجنوبية، كانت تركيا، كانت ماليزيا، كانت كثير من الدول الأخرى. ولذلك هذا الخروج من تبعية المحروقات يتطلب إرادة سياسية قوية لكي يكون هدفنا الخروج من هذه التبعية، خروج من تبعية. هذا أول شيء. ثاني شيء، يكون إجماع بين المواطنين المساندين لهذه السياسة، لأن إذا ما كانت مساندة لهذه السياسة للوصول إلى هذا الهدف لم نصل إلى هذا الهدف. ولذلك أتكلم الآن على ثلاث محاور مهمة. إذا وجدنا الحلول المناسبة لهذه الثلاث محاور، أظن بأن سنصل إلى الخروج من تبعية المحروقات. ولذلك نجد حل للاستثمار، لزيادة في الاستثمار، نجد حل لتنويع الاقتصاد. ما هم بالثلاث محاور؟ الأول هو دعم الأسعار. كثير الناس يستغربون عندما أتكلم على دعم الأسعار، ما هي العلاقة بين دعم الأسعار وكل الأشياء اللي احنا نتكلم عليها، وأتكلم عليه من بعد. ثاني شيء وهو جلب الاستثمار. الآن يعني نجلب الاستثمار ولكن غير كافي، ولذلك أتكلم لماذا الجهد الذي نعمل فيه غير كافي الآن لجلب الاستثمارات إلى الجزائر. وثالث محور هو السوق الموازي. ما هي العلاقة بين السوق الموازي وما تكلموا عليه؟ سنتكلم على كل هذه الثلاث محاور. والأول هو دعم الأسعار. يجب أن نفهم أن الدولة تدعم الفرق ما بين السعر الحقيقي لمادة أو منتوج أو خدمة والسعر المدعم. السعر الحقيقي هنا والسعر المدعم هنا، والفرق ما بينهم تدعمه الدولة، أي هو يعني تصرف هذا الدعم. هذا الفرق يعني ما يبقاش مستقر في الزمن، لأن تعرفوا باللي سعر الخدمات وسعر المنتوج وسعر المواد ازداد. ولذلك هذا الفرق ما بين السعر الحقيقي والسعر المدعم يزداد في الزمن. هذا أول شيء. ثاني شيء، عدد السكان الذين يستفيدون من هذا الدعم ومن هذا الفرق ما بين يزداد في الزمن. ولذلك يتبين بأن مصارف الدولة في دعم عن طريق الأسعار ستزداد في الزمن، ستزداد في الزمن. وتذكروا بأن في الميزانية عندنا الإيرادات والمداخل، عندنا الإيرادات والمداخل وعندنا المصارف. ولذلك في المصارف عندنا الاستثمار نسبة، وعندنا مصارف للأجور والدعم نسبة أخرى. ولذلك إذا المصارف للدعم تزداد لم تمكن إذن زيادة في الاستثمار، لأن قلنا باللي المداخل محددة. ولذلك إذا أردت زيادة في المصارف الدعم ستقلص بطبيعة الحال الاستثمارات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، انعكاسات دعم الأسعار على مداخل بالعملة الصعبة.
هذه كثير الناس ما يعرفوهاش، كيف دعم الأسعار تنعكس سلبيا على مداخل بالعملة الصعبة. نعطيكم مثال، وهو مثال يعني استهلاك النفط. الجزائر كانت تستهلك 200 ألف برميل اليوم في 2000، والآن تستهلك 400 ألف أو أكثر، يعني قريب من 40% من الإنتاج ديالنا يستهلك محليا. ولذلك إذا في 2000 كنا نصدروا قولوا حوالي 800 ألف برميل اليوم، هو الفرق بين 200 ألف والمليون التي ننتجها. الآن احنا نصدروا غير 600 ألف، لأن احنا نستهلكوا 400 ألف. ولذلك 200 ألف برميل اليوم التي كنا نصدرها في 2000 وكنا نربح فيها العملة الصعبة، الآن نستهلكها محليا وعندنا مداخل بالدينار لهذه الكمية. ولذلك دعم الأسعار يساعد بزيادة في وتيرة الطلب للمنتوج، يعني محدو الدعم كبير محدو الطلب يزداد بهذاك المنتوج أو يعني المادة. وهذا المثال اللي أعطيتكم إياه وهو النفط يبين ذلك. ولذلك لما نرى مرة ثانية الميزانية، لما نرى الميزانية، إذن في المصارف لما نصرف الدعم ماشي غير المصارف بالعملة المحلية، حتى مصارفنا يعني بالعملة الصعبة تتقلص. هذا الشيء إذن الانعكاس السيء بالنسبة إلى دعم. الشيء الآخر وهو مهم، وتكلمت على انعكاس على الاستثمار، لأنه هو يقلص يعني إمكانيات الاستثمار الدولة، لأن صرف أموالها في الدعم وغير ذلك ولا في الاستثمار. والدعم ما يخلقش فرص عمل، ما يخلقش يعني زيادة في القدرة الشرائية ديال المواطنين. هذا مهم. الناحية الأخرى، لما تكون المنتوج أو المواد مدعمة لم تمكن المنتج الوطني لإنتاج هذه المادات وهذه المنتوجات. نعطيكم مثال، بودرة الحليب، من يستفيد من بودرة الحليب؟ هو المنتج الأجنبي، المنتج الفرنسي أو المنتج الهولندي، لأننا نستورد بودرة الحليب بالعملة الصعبة بالسعر الحقيقي، ولكن نبيعه بالسعر المدعم محليا. ولذلك ندفع العملة الصعبة للمنتج الأجنبي، والمنتج المحلي لم يقدر إنتاج نفس المادة في الجزائر. لماذا؟ لأن إذا أنتج المادة محليا سيصل إلى السوق ويدفع له السعر المدعم، يعني السعر المنخفض، ولا واحد يستثمر في هذه المادة ويوصلها إلى السوق ويقبل بأن السعر يكون منخفض. هذه لكي أبين بأن الدعم عنده انعكاس سلبي بالنسبة إلى تشجيع الاستثمار الوطني. تشجيع الاستثمار الوطني، ولما تتكلم على تشجيع الاستثمار الوطني تكلم على الطاقة الشمسية مثلا. كان الناس يقول لك الجزائر عندها إمكانيات، يعني سبحان الله عندنا الشمس، عندنا، لماذا لم نطور الطاقة الشمسية؟ مشكل هو السعر، دائما السعر المدعم. لماذا الأردن تطور الطاقة الشمسية والجزائر لا؟ لأن الأردن تستورد كل الطاقة ديالها بالسعر العالمي، يعني تشري البنزين، تشري كل شيء بالسعر العالمي، تشري الغاز، تشري كذا.
ولذلك لأنها تطبق السعر الحقيقي في هذه المواد تمكن تطوير الطاقة الشمسية ولا سيما تسخين المياه غير موجودة في الجزائر. في الجزائر نسخن المياه بالغاز الطبيعي ولا بالشمس. لماذا؟ لنفس المشكل، لأن ولا واحد يستثمر في الطاقة الشمسية لتسخين المياه إذا لم يكن منافس لمثلا تسخين المياه بالغاز الطبيعي. هذا باش نعطيكم مثال. ولهذا كثير من الدول الأخرى يقول لك علاش الدول الأخرى مجاورة غير ذلك طورت الطاقة الشمسية وإحنا لا. هذا هو المشكل الكبير. ولذلك إذا لم نتطرق إلى هذا المشكل لدعم الأسعار ستبقى الدولة تدعم إلى الأبد، ويجب أن تدعم إلى الأبد كل المشاريع في هذه المجالات، ولكن الدولة لم يكن لها الإمكانيات المالية بزيادة السكان بزيادة المادات والمنتوجات اللي يجب أن تدعمها، إمكانيات المالية باش تبقى بهذه السياسة غير ممكن. يجب إذن أن نجد حل لهذا المشكل للدعم الأسعار لكل المواد والمنتوجات. أنا أقترح إذن تطبيق ما طبق في كثير من الدول الأخرى لعندهم تجربة في الدعم المباشر والنقدي للمستحقين بهذه الطريقة. إذن ممكن أن نصل إلى انخفاض في وتيرة الطلب في كثير من هذه المادات، ونمكن الاستثمار الوطني لخلق فرص عمل في كثير من الميادين لم تخلق فرص عمل الآن لأن فيها هذا الدعم. هذا هو إذن الحل اللي أظن أحسن حل بالنسبة إلى الجزائر. الآن كيف نصل إلى يعني تركيز الدعم على مستحقيه مباشرة نقديا؟ هذا فيه تجربة لكثير من الدول، وعندنا يعني إمكانيات كثيرة نسجل كل المستحقين أو نعطي بطريقة نسبية دعم لكل مواطنين، ولكن غير ممكن نعطيه دعم للفقير نفس الدعم لا بأس عليه. لأن الآن الطريقة نستعملها من يستفيد من الدعم؟ من كل الدعم. وهذه الدراسات للهيئات الدولية تبين بأنهم غير الفقراء ليستفيدون من هذا الدعم. في هذه الدراسات يقولون بأن 25% من الدعم الدولة تروح الفقراء، ولكن 75% لم يعني تذهب إلى غير مستحقين. بالنسبة إلى المحور الثاني وهو الاستثمار، كيف نزيد في الاستثمار؟ المشكل عندنا في الجزائر أن الاستثمار الأجنبي مثلا قليل بالنسبة إلى جيراننا أو بالنسبة إلى الدول الأخرى. عندنا حوالي مليار دولار استثمار أجنبي في الجزائر، هذا قليل جدا بالنسبة إلى الدول الأخرى. يجب أن يكون عندنا ما بين 10 أو 15 مليار دولار استثمار أجنبي، وفي إطار شراكة ما بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني نقدر نتكلم على كميات كبيرة في الاستثمار. وبهذه الطريقة نمكن إذن زيادة في خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، وبنفس الوقت تنويع الاقتصاد ديالنا.
التنويع الاقتصادي ديالنا سيمكننا نمو مستقر في المدى الطويل وما يكونش يتذبذب مع الأسعار البترول. هذا دائما أرجع إليه باش الناس يعني تدخلها في الأفكار ديالها في ذهنها. الآن ما هم العوائق؟ لماذا المستثمرين الأجانب يعني لم يصلون للجزائر بهذا يعني المستوى؟ لأن في مشاكل بالمحيط، ما نسميه المحيط الأعمال في الجزائر، كان في الفلاحة أو كان في الصناعة أو كان في أشياء أخرى. يجب أن نغير هذا المحيط. لم أدخل في التفاصيل لأن نشرنا على الصفحة دراسات في هذا المجال، فيه مشاكل بالنسبة قانونية، فيه مشاكل بالنسبة للتمويل، فيه مشارف مشاكل بالنسبة إلى العقود ما بين الأجنبي والوطني، في كثير من المشاكل ممكن نحلها، ونحلها في ظرف يعني في وقت كما حلها كثير من البلدان الأخرى. الآن الشيء الآخر هو لم أفهم مثلا لماذا لما الأجنبي يعني يجي يستثمر في الجزائر نمكن الأجنبي تمويل مشاريعه في البنوك الجزائرية، لماذا لم يأتي برأس ماله، رأس ماله بالأورو وبالدولار ويأتي بتمويله من البنوك الأجنبية، وتكون شراكة ما بين البنوك الجزائرية والبنوك الأجنبية؟ لأن عندما الأجنبي يستعمل أموال تمويل من البنوك، المستثمر الجزائري لم يجد هذه الأموال من بعد. ولذلك مهم لزيادة في المشاريع، لزيادة في الاستثمار، أن يعني نهتم بهذه المشكلة لكي نمكن في زيادة تمويل مشاريع في المستوى الوطني. ولكن الشيء المهم في مجال الاستثمار أتكلم عليه الآن هو ما أسميه فعالية الدولة. فعالية الدولة، لم أجد اسم آخر. كيف الدولة تساعد في المستوى المركزي، في المستوى الإدارة، في المستوى يعني المحلي، تساعد ويعني تسارع في جلب الاستثمارات الأجنبية؟ لأن فيه الناس كثير يتكلمون على البيروقراطية، ولكن أين هي البيروقراطية؟ يجب أن يكون تخطيط، ليس عندنا تخطيط، يجب أن يكون تخطيط في المدى يعني المتوسط 5 سنوات، نعرف بالتدقيق ما هم المشاريع، أين هم المشاريع، أي نوع من المشاريع، وكل هذه المشاريع تكون مجال شفاف في مكان يقدر المستثمر الأجنبي أو الوطني يجد المشاريع لكي يعني يدرسها ويجد يعني إمكانيات لتطوير هذه المشاريع في الجزائر. يجب أن الدولة يكون في الوزارة أو تكون في مديرية أو تكون في المجال المحلي، يكون هذه الدراسات ويكون هذه المشاريع موجودة، وتكون المعلومات كل المعلومات موجودة بنفس الشيء، أي معلومات على طرقات، معلومات على الأنابيب، معلومات على المياه، معلومات على الأراضي الفلاحية، أنواع الأراضي الفلاحية وغير ذلك، موجودة في مثلا رابط في وزارة الفلاحية، أو لكي مثلا مستثمر وطني أو أجنبي ممكن يكون في أمريكا وغير ذلك، يصل إلى هذه المعلومات
وممكن يدرسها في نفس المكان يعني في أمريكا ويجد أن فيها إمكانيات مردودية ويجي من بعد يسافر. أي مستثمر لم يسافر إذا ما كانش عنده يعني إمكانيات يطور مشروع. هذا من الشيء. الشيء الآخر تكلمت عليه من قبل وهي الرقمنة. احنا متأخرين كثير في رقمنة الدولة والإدارة وغير ذلك. كثير من الدول تقدمت كثير في هذا المجال. يجب أن كل هذه المعلومات تكون في الإنترنت، تكون موجودة، تكون يعني واحد يصل إليها بسهولة، وهذه عن طريق الرقمنة، لأن الرقمنة تدخل الشفافية وتدخل يعني إمكانية أي واحد أي إنسان يصل إلى هذا المعلومات، غير الناس اللي عندهم علاقات طيبة في مع كذا وكذا ليصلون إلى هذه المعلومات. يجب أن تكون يعني شفافة ومفتوحة لكي يوصل. الشيء الآخر هو البنوك العمومية. يجب أن تسيير هذه البنوك يكون تسيير كأي بنك قطاع خاص غير ذلك، أن تكون لهم يعني مجلس إدارة لتسيير، وتكون عندهم إذن كما مثلا سوناتراك تسير بطريقة معروفة ومبينة، ولذلك تسيرها البنوك على أساس المردودية الاقتصادية وتختار المشاريع التي تمولها، تختار المشاريع على أساس المردودية، على أساس أحسن يعني مردودية للدولة أو للمشروع، المشروع ما بين الشريك الوطني والشريك الأجنبي. الشيء الآخر وهو مهم بالنسبة إلى المستثمر هو التعليم. تعليم يعني يكون في المستوى كي المتخرجين في هذا يسدون احتياجات المستثمر الوطني والأجنبي بالمستوى أولا، وب يعني القطاع اللي يدرسون فيه، لأن الآن مستثمر الوطني أو الأجنبي لما يجي إلى الجزائر يجب أن يجد أحسن يعني متعلم في كثير من الميادين. مثلا في مشروع تبع جنرال إلكتريك طوروا في ناحية باطنة لإنتاج توربينات ولتصدير هذه التوربينات. هو أول شيء هو هذه الشركة يعني حطت المشروع ديالها قريب من الجامعة، لأن بدهم يستفيدون من الجامعة ويستفيدون من متعلمين متخرجين من هالجامعة، ولذلك التعليم ومستوى التعليم وجودة التعليم وتنافسية التعليم. لأن لم ننسى بأننا ننافس كل الدول الأخرى في كل مجالات. لماذا المستثمر يمشي إلى دولة أخرى وغير الجزائر مثلا؟ لماذا كثير من الأدمغة الجزائرية يعني تروح إلى دول أخرى؟ منافسة، دائما منافسة. ولذلك إذا لم نحسن محيط الاستثمار، لم نحسن التعليم، لم نحسن التنسيق ما بين المتعاملين الجزائريين والجامعات، ليس فيه أي تنسيق، فيه اجتماع ما بين المتعاملين الجزائريين والجامعات لكي يدرسون مثلا كيف يسدوا احتياجات في ظرف 5 سنوات 10 سنوات في كذا ميدان وميدان آخر، ليس فيه. ولذلك أظن هذا مهم بالنسبة إلى الحل هذا المشكل ديال الاستثمار، أن نغير المحيط، أن نحسن التعليم، ولا سيما أن نعلم اللغة الإنجليزية في الجامعات،
لأن غير اللغة الإنجليزية لم نتعلم كثير من التكنولوجيات، وغير نطور العلاقات مع دول أخرى كثيرة اللي هي متقدمة في هذا المجال التكنولوجيا وغير ذلك. كثير من المنشورات ننشروها على صفحة ديالنا بالإنجليزية. إذا لم تعرف الإنجليزية لم تعرف كثير من الأشياء، لم تتعلم ولم تطور العلاقات مع الصيني ومع العربي ومع الروسي ومع الروماني ومع كثير، مع الإفريقي وغير ذلك، لأن كلهم يتكلمون اللغة الإنجليزية. ولذلك إذا عندنا غير اللغة العربية وغير اللغة الفرنسية، يعني نبقاو في هذا الميديا وما نتقدموش بكثير، ويجب أن نتعلموها في الجامعات وفي المديريات وفي الوزارات وغير ذلك، لأن تعليم هذه اللغة سيساعدنا في تطوير العلاقات مع الدول الأنجلوساكسونية، لأن لم نطور هذه العلاقات حتى الآن، لأن كثير من هذه الدول يظنون بأن يعني المشاريع في الجزائر تمر على باريس. ولذلك مهم أظن هذا الشيء بتعليم اللغة الإنجليزية. الشيء الآخر هو يعني استعمال يعني القوة الاقتصادية الجزائرية في إفريقيا. يجب أن ننظر إلى إفريقيا كسوق واعد، وهو سوق واعد لي يمكن 50 إلى 100 سنة القادمة يكون من أكبر وأحسن سوق في العالم، وهذا كل الناس يعني فاهمينها. ويجب أن نطور، لأن تكلمت على إفريقيا أتكلم على الجنوب، أتكلم على الجنوب لأن الجنوب قريب كثيرا إلى إفريقيا، وعند الجنوب عنده علاقات قديمة ولا سيما عن طريقة الزاويات مع الدول الإفريقية الغربية ولا سيما، وعندهم العلاقات الشخصية لتساعد في تطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية. ولذلك مهم جدا نطور الجنوب عن طريق منطقتين حرتين لاستقطاب مستثمرين أجانب لخلق فرص عمل أولا، ولتطوير يعني كثير من القطاعات، ولكسب مداخل بالعملة الصعبة، ولكي الجنوب يكون كمنصة لاستقطاب هذا السوق الواعد في إفريقيا. والشيء الآخر هو الخارجية، يعني وزارة الخارجية، ليكون لوزارة الخارجية دور في التجارة وفي الاستثمار، لكي يساعدنا زيادة عن الدور السياسي اللي عند الوزارة هذه، يكون عندها هذا الدور. أظن الحكومة أخذت هذا القرار، ولكن يجب أن نطوره ونعطي لهذه الوزارة الأموال والموارد البشرية، ماشي غير نقره، ولكن يجب وندرب هاد الناس لكي فعلا يعملون في هذا الاتجاه. تكلمت على إذن المناطق الحرة، وأتكلم الآن على المعايير الدولية. يجب أن نطبق المعايير الدولية في كل مجالات. احنا نشوف الآن مثلا بمثال السيارة هذه اللي صنعوها، نسيت اسمها، يعني اللي تقسم إلى 2 أو شيء، يجب أن نتبع المعايير الدولية في كل مجال، كان في النقل، كان في الصناعة، كان في السياحة، كان في الفلاحة، كان في كثير. هذه المعايير الدولية تطورت بعد سنوات، بعد 100 سنة، يعني في كثير من الدول. لماذا لم نستعملها نحن ونستفيد منها؟
لأنها تمكننا تطوير مادات ومنتوجات وغير ذلك تكون منافسة أو تنافسية مع نفس المادات في الدول الأخرى. هذه بالنسبة إلى كيف نصل إلى زيادة الاستثمار. ولكن أرجع إلى اثنين أشياء شيئين وهم فعالية الدولة. يعني يجب أن فعالية الدولة يتغير ويكون أكثر في مجال يعني جلب الاستثمار. هذه من ناحية. الناحية الأخرى هو المحيط. محيط يجب أن نغيرها لاستقطاب الاستثمارات التي تمشي إلى دول أخرى. الآن المحور الثالث وهو الأخير وهو السوق الموازي. تذكرون الميزانية يعني فيه إيرادات وهي مداخل المحروقات السلفية، ولكن الشيء الآخر فيها هو الضرائب والرسوم. ولذلك إذا نظرنا إلى السوق الموازي، كثير من المتعاملين وأظن كل المتعاملين في هذا السوق لم يدفعون الضرائب. ولذلك إذا دفعوا الضرائب سيساعد ميزانية الدولة. وإذا ساعدنا الإيرادات في ميزانية الدولة بزيادة في الضرائب، ماشي زيادة في الضرائب للناس اللي يدفعوا الضرائب، احنا نتكلموا على الناس اللي لم يدفعوا الضرائب، اللي يدفعوا هالضرائب. كي إذن المصارف ممكن أن نزيد في المصارف ولا سيما في الاستثمار. إذا وصلنا إلى أن هاد المتعاملين في هذا المجال يدفعون الضرائب. الشيء الآخر هو العملة الصعبة التي يتداول فيها في هذا السوق خارج النطاق الرسمي. على أي حال كل أموال في هذا السوق الموازي يعني يتداول بها خارج النطاق البنكي، وكي ولا مواطن يستعمل يعني هذه الموارد المالية عن طريق البنوك لتمويل مشاريعه. ولذلك مهم بكثير أن نجد الحلول لكي هذه الموارد المالية خارج عن النطاق الرسمي يدخلون يندرجون في النطاق الرسمي لكي يساعدون الميزانية ويساعدون الاستثمار ويساعدون خلق فرص عمل ويساعدون تحسين في قدرة المعيشة، لأن الآن يساعدون غير المتعاملين في هذا المجال. ولذلك كيف نصل إلى إدراج هذه الأموال؟ أنا رأيي الشخصي هو خلق عملة جديدة، الدينار، تكون نفس القيمة الدينار الموجود الآن. ماشي نتكلم نغيروا الدينار ونزيدوا في كثير الناس يفهموا بأننا حبينا نزيدوا في القيمة ولا نخفض، لا، نفس القيمة، ولكن نعطيك، أنت تعطيني الدينار القديم ونعطيك الدينار الجديد. ما هي الفائدة؟ الفائدة هي أن المتعاملين في السوق الموازي يعني نجبرهم لإدخال إدراج أموالهم في البنوك، يدخل فلوس البنوك نعطيه العملة جديدة. ولكن بنفس الوقت ممكن يعاود يخرج الأموال ديالو. ولذلك يجب أن نجبر نفس المتعاملين استعمال بطاقة الدفع والفاتورات. هذه شيء مهم. الشيء الآخر بالنسبة إلى العملة الصعبة التي يتداول بها خارج، يجب أن نخلق مكاتب الصرف كما أي دولة، في السعودية، في الإمارات، سافرتوا شوفوا في مكاتب الصرف تأخذ عملة وتغيرها يعني ويأخذ يعني أرباح فيها ويدفع الضرائب للدولة ديالو. الآن الناس اللي يتداولون في هذه العملة لم يستعملونها
وبنفس الوقت يمنعون الدولة ولا سيما بالمواطنين الجزائريين في الخارج، يعني لم يمرون على البنك الجزائري، يمرون على هذا السوق، ولذلك لم يستفيد الاقتصاد الوطني من هذه الإمكانيات بالعملة الصعبة الموجودة في هذا النطاق. ولذلك يجب أن نخلق بنك جزائري في الخارج، هذا القرار أخذ، ولكن أظن أن يجب أن نخلق نفس البنك ماشي غير في باريس ولكن حتى في الدول الإفريقية، لأن الآن متعاملين جزائريين يعملون في التجارة أو غير ذلك في إفريقيا يستعملون بنوك مغربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، لم يستعملون بنوك جزائرية والاقتصاد ديالنا لم يستفيد منها. ولذلك البنك الجزائري، ولكن بنك جزائري في الدول التي عندها إمكانيات تجارة مع الجزائر وإمكانيات يعني المتعاملين الجزائريين يشتغلون هناك. وهذه إذن المحور الثالث، وأظن إذا وجدنا الحلول لهذا الثلاث محاور ستكون زيادة في الاستثمار. ولما نتكلم على زيادة في الاستثمار يعني نخلق فرص عمل بهذا الاستثمار، نخلق زيادة في قدرة شرائية، وأظن بهذه المحاور أتكلمت على فعالية الدولة، لأن أود أن نصل إلى تحسين فعالية الدولة في هذا المجال لكي نجلب يعني هذا الاستثمار، وهذا من أظن المستجدات لهذا الجهد إذا عملناه يعني في المستقبل. والشيء الآخر هو تنويع الاقتصاد. إذا كان عندنا إمكانيات استثمار كبيرة نقدر نستثمر في كثير من القطاعات خارج عن قطاع المحروقات، ولا سيما في الفلاحة ولا سيما في الصناعة في الصيد البحري وفي يعني الكثير من المجالات السياحة والخدمات. وأظن بهذه الطريقة نصل إلى نمو اقتصادي يعني مستقر ومستدام ولم ينعكس عليه تذبذب الأسعار البترولية. وشكرا على إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما عندي سؤال على قضية المحروقات، مي عندي حاجة ميساج مام ديالنا الشعب، شكرا ديال المنظمين هذا الشيء، ونشكروا كاني خاصكم جريدة وسافر لجريدة وحيدة لتم تأليك خاصة هذا الشعب. رسول الله عليه وسلم قول الحق ولو كان مرا، قالك هاتوا مراهنكم إن كنتم صادقين. أنت سيدي الوزيري رحنا معكم إنسان فيه الخير، إنسان ملامح تاع خير، إنسان يبغي البلاد ويبغي الوطن. أنا مانيش ندير لك الله راني نسيت لك هذا الإنسان هو يحتاجها، أنا ما نحتاجوش، أنا جيناها باش نهضرو له هو يحتاجها، أنا عمرنا نحتاجو هاد الصبرة. ونتمنى إن شاء الله اللي داوز خير من الوالدين وجنة الأخلاق من الأمهات، وماذا بيك وصل خاطر جنود الله لهم في الأرض، الله يعلم أنتم لا تعلمون. والسلام عليكم. لا تنسوا زيارة موقع دكتور خليل شاكيف، نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.